في ظل الحاجة إلى بناء المدارس في ديالى للحد من زخم الطلبة ونقص الأبنية المدرسية، أبرز ما يعرقل تشييد مدارس جديدة هي الأراضي، فعائدية أراضي المدارس القديمة إلى المالية ووزارات أخرى تمنع هدمها وإعادة بنائها أو تأهيدها. الكثير من المدارس أبان النظام السابق ولغاية الآن هي عائديتها لوزارات ثانية، إذن هي نفس إطار الحكومة، لكن الأراضي هذه لم يتم تسويتها، لذلك عندما التربية تريد أن تهدم هذه المدرسة وتعيد بناءها سرعان ما تأتي تلك الوزارة بحجة أنه عائدية الأرض لها، وهنا يعني طامة كبرى. لغاية الآن هناك العديد من المدارس في محافظة ديالى لم يتم بناءها مرة ثانية بحجة أنه عائدية الأرض. تقول مديرية التربية إن صعوبة استملاك الأراضي دفعها إلى بناء عشرات المدارس الجديدة على أراض يتبرع بها مواطنون، وفي المقابل يمنح المتبرع درجتين وظيفيتين على الأقل في المدرسة المشيدة على أرضه وفقا لقرار وزاري. طبعا هو أكيد مو حل جذري لهذا الموضوع، لكنه هو مسألة إعانة أو مسألة ربما ترتبط بمسألة دينية، أنه عنده شخص متوفي فيريد يتبرع له بقطعة أرض، يتبرع له ببناء حالة معينة، فالمدير العام للتربية ديالة وحسب التوجيهات الوزارية تستقبل هذه الحالة فترفض هذا المتبرع بالجهد الهندسي من أجل أن يكون البناء وفق التنادر اللي متعارف عليها بالنسبة للأبنية المدرسية، وبنفس الوقت تعمل على إعطاء هذا المتبرع درجات وظيفية للشخص نفسه أو لأهل بيته. وتضم ديالى أكثر من نصف مليون طالب بمختلف المراحل والتخصصات، فيما يتطلب إنهاء الدوام المزدوج وزخم الطلبة إلى تشييد أكثر من 600 مدرسة إضافية بحسب الأرقام الرسمية. ومع النمو السكاني المتواصل وتفاقم مشاكل التعليم عاما بعد آخر، تحتاج ديالى إلى حلول حقيقية تسهم في توفير بيئة تعليمية مريحة أساسها مدارس نموذجية تستوعب أعداد الطلبة. علي العنبقي، يو تي في، ديالى.